مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فإدارة الحوار الوطني أعلنت عن عقد جلسة تخصصية مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي، واللي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة، وده لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قبل للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية. النهاردة هيتم إعلان نتيجة الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي الجديد ومدارس المتفوقين في عين شمس على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على نفس الرابط اللي تم التقديم من خلاله، ويستطيع الطالب الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس. النهاردة هتستضيف العاصمة الإدارية المنتدى البيئي والمناخي في نسخته الأولى لعرض فرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. منتدى الاستثمار البيئي والمناخي هيضم حزم من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات، منها إدارة المخلفات وإدارة المناطق المحمية والخروج بالعديد من الاستراتيجيات للتعامل مع المخلفات بأنواعها، وبينها استراتيجية إدارة مخلفات البناء والهدم اللي بتعتمد بشكل كبير على تغير الفكر حول المخلفات وكيفية الاستفادة منها، إضافة لطرح مجموعة من المشروعات القابلة للتنفيذ للقطاع الخاص. النهاردة لعشاء الكرة المصرية موعدهم مع مباراة منتخب مصر الوطني الودية أمام تونس الساعة 8 بالليل باستاد الدفاع الجوي، وده ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2023.